بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه النهارده؟ هنشوف ازاي نسطب نعمل كونفيجريشن ل جافا اف اكس باستخدام الانتل اي جي وي السيم بيلدر والجي دي كي. الجي دي كي اللي هنستخدمه الجي دي كي الخاص بازول، شركة ازول. اول حاجة هننزل زولو جي دي كي، هننزل طبعا الفري اديشن اللي هو اول واحد ده. طبعا لينكات البرامج كلها انا بقى سايبها لكم في الديسكريبشن. هنختار الفيرجن 18 والاوبريتنج سيستم بتاعنا طبعا ويندوز، لو انت شغال على لينكس او ماك. طبعا لو انت جهازك 64 هتختار اكس 86 64، لو 32 هتختار 32. انا جهاز 64 واحنا هنشتغل على جي دي كي اف اكس. تمام، لما نيجي ننزل عندنا بيدينا تو اوبشن. طبعا ده هينزل اهو 18 جي دي كي اف اكس، نتأكد هو جي دي كي اف اكس. هنلاقي فايل دوت زيب وفايل دوت ام سي اي، احنا هننزل اللي هو دوت ام سي اي. تمام، فهننزله وهنشوف هنسطبه ازاي دلوقتي. تاني من برنامج محتاجينه معانا هو سين بيلدر، هنعمل له داونلود وانا هبقى اسيب لكم لينك الداونلود. هننزل طبعا سين بيلدر اللي هو ويندوز انستولر، نعمل له داونلود. لا اختار اللي هو ده، مالكش اي حاجه باي حاجه تانية، اختار سيم بيلدر اللي انا اللي هو اول واحد ده اللي هو ويندوز اي انستولر. تاني حاجه هنحتاج انتل اي جي الاي دي اي بتاعنا، هنعمل له داونلود. هننزل اللي هو الكوميونتي اديشن اللي هو الفري، هنعمل له ايه داونلود. فدي الثلاث برامج اللي احنا محتاجين. هننزلهم اللي هم نزلوا بقى عندنا هنا. اول حاجة هنبدأ نسطبها هي الجي دي كي الخاص بتاعنا. طبعا انا عشان مسطب جي دي كي 18 فمش هينفع اسطبه تاني، فهوريك ازاي الخطوة المهمة. طبعا جاست الموضوع كله نيكست نيكست نيكست، هوريك بس ازاي تسطب الخطوة اللي انا عاوز اقولك عليها اوضحها لك في تسطيب جي دي كي. هتعمل نيكست، اهم خطوه بس هي بالنسبه لي اللي هي سيت جافا هوم فاريبل، ده هنخليها ايه ويل بي انستولد، وهنعمل نيكست. وانا اوريدي عامل انستول ل 13 و 18، فمش محتاج ارجع اعمل له انستليشن تاني. تاني حاجه هنبدا بعد ما نسطب الجي دي كي نبدا نسطب الاي دي اي بتاعنا. هنسطبه عادي خالص، جاست نيكست نيكست نيكست، انا اوريدي عامل له انستول فمش محتاج اسطبه تاني. اخر حاجه هنسطبها هي السين بيلدر، هنعمل له انستول نيكست 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 عادي. طبعا عشان مسطبه اوريدي فمش محتاجين مش محتاج اسطبه تاني. يبقى بس هي الخطوه اللي تهمني لما تيجي تسطب الجي دي كي، ما تنساش تعمل سيت للايه للفاريبل. تمام كده يا شباب، سطبنا ثلاث برامج. هنلاقي في ايكون ليهم هنا، ادي السين بيلدر، وهنلاقي طبعا وادي الانتل اي جي. نفتح الانتل اي جي، تعالوا نعمل اول بروجرام لينا بالجافا، نعمل جافا بروجرام عادي. فهنقول له نيو بروجكت، وهنا هنختار نيو بروجكت وهنسميه مثلا فيرست جافا، ونتأكد. وطبعا هنا دي ممكن ميبقاش التشيك دي مش تشيك بوكس، مش بتعلم عليها، فهنعمل تشيك بوكس على اد سامبل كود، نتأكد ان احنا شغالين جافا وان الجي دي كي بتاعنا 18. اهم حاجة يكون كام 18. ونعمل كرييت للبروجكت، لا اما تفتح في نفس الويندو او ويندو جديد. تعال نفتح في ويندو جديده عشان نتاكد ان جي دي كي شغال مظبوط. طبعا بيبدا بس شويه، نفتح هنعمل ران من هنا ونشوف هل الجي دي كي شغال ولا لا، وكونكتد مع الاي دي اي ولا لا. فدوسنا رن،
بيعمل رن تحت اهو. اه تمام شغال وطلع لي هالو وورلد، يبقى كده الدنيا ايه تمام. تعالوا بقى نعمل كونفيجريشن ل نعمل بروجكت جديد، بس المرة دي هيكون ايه بالجافا اف اكس. فنعمل بروجكت ونعمل هنا جافا اف اكس، هنسميه مثلا ديمو 3 وادي جافا، ونتأكد برضو تاني اللي هو ايه جي دي كي 18، ونعمل نيكست. طبعا مش محتاجة تشوز اي لايبرري من دولت دلوقتي، احنا بس بنتشيك. واعمل كرييت للبروجكت، فندق جديدة، يبدأ يكريت البروجكت بتاعي. احنا كده كريتنا البروجكت. احيانا انت بقى هتبقى محتاج تشتغل على السكين بيلد، انت احيانا هتبقى محتاج تشتغل على السيم بيلدر عشان تعمل دراج ودروب للايه للبروجكت بتاعك يعني. فانت هتبقى محتاج ادي ده الملف، طبعا الكلام ده هنشرحه بعد كده بالتفصيل. انا بس هنا كل قصه بنعمل عمليه كونفيجريشن، فانا عاوز افتح ده بالسيم بيلدر. فازاي اربط السيم بيلدر بالاي دي اي بتاعي؟ هتيجي من هنا فايل، فايل سيتنج، ومن لانجويج اند فريم ورك هختار جافا اف اكس. خلي بالك الخطوه دي احنا بنعملها مره واحده، اول مره بتسطب فيها البرنامج، بعد كده انت مش محتاج تعملها تاني. علامه الفولدر بتاعت الايكون دي عشان نحدد له الباص بتاع السيم بيلدر. احيانا الفايلز دي بتبقى الزهره، فشايف انت البوتون ده اللي هو شو هيدن فايل، هتدوس عليه عشان يظهر لنا شو الهيدن فايل. شايفين الباص اللي هو سي يوزر احمد، هنبدا نمشي عليه. طبعا احمد ده اسم اليوزر نيم، فيختلف من جهاز لجهاز حسب الجهاز بتاعك. فالمهم ادي اليوزر، هنخش على اليوزر عند احمد، بعدين هنخش على اب داتا، ننزل على اب داتا. فين اب داتا؟ ادي اب داتا. وبعدين نخش على لوكال، ولوكال نخش على سين بيلدر. فين سين بيلدر؟ سين بيلدر ادي سين بيلدر، وهندوس عليه. وتقدر بقى وادوس عليه اوكي. هو اوريدي انا عندي مسيفه، خلي بالك عشان انا عملته قبل كده فمش محتاج. فانت بعد كده انت بتعمله اول مره بتسطب فيها البرنامج بس، مش محتاج تعمله تاني. دوس اوكي. تعال نرن البروجرام بتاعنا، نقول له رن. طلع لي ويندو فيها لور وورلد. تعالوا بقى نتأكد هو مربوط بالسيم بيلدر. هدوس هنا كليك يمين على هلو فيو، وهنزل على اوبن ان سيم بيلدر، هنشوف هتفتح في برنامج سيم بيلدر ولا لأ. اه تمام. تعالوا نعمل اي تشينج هنا في الويندو بتاعتنا، نحط اي حاجة مثلا عشان نشوف هل هيسمع مع البرنامج بتاعنا ولا لا. فنحط مثلا ادي بوتون، نضيف بوتون تاني. وبعدين اهم حاجة، خلاص انا ضفت بوتون تاني اهو، هعمل ايه فايل سيف. وتعالوا نرن البروجرام بتاعنا، نتأكد ان الدنيا اللي هو سمع التشينج اللي حصل في السيم بيلدر هيسمع في الانتل اي جي ولا لا. تعال رن. اه تمام، ادي البوتن التاني اللي احنا حطيناه سمع. فكده يبقى الكونفيجريشن والانستليشن بتاعنا نجح وتمام. ده بس كان فيديو توضيحي بسيط ازاي نعمل كونفيجريشن للانتل اي جي مع سيم بيلدر وجافا اف اكس. شكرا.